بسم الله الرحمن الرحيم. إمام باقر عليه السلام بينسأل سئل لباقر عليه السلام عن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فقال الإمام سلام الله عليه نعم هي ليلة القدر، هي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. ثم عن قوله تعالى، هون اللي بدي بلش فيه، يفرق فيها كل أمر حكيم، قال الإمام الباقر تقدر في ليلة القدر أو يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل. هون الإمام سلام الله عليه بيوضح كيف أنه بليلة القدر هي ليلة أنه كل شيء الله سبحانه وتعالى بنزله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى بنزل من هذه الخزائن رزق، مرض، صحة، مصيبة إلى آخره. كل شيء يكتب على الإنسان هو بينزل بهذه الليلة، ليلة القدر. حديث ثاني كمان بس لحتى أعمل مقدمة، إمام الصادق عليه السلام قال إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم، أو فأجهدوا، لا فاجهدوا أنفسكم، فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه في الحج. هون لهذا الشهر كمان الله سبحانه وتعالى بيقدر وبيكتب هيدي النوع من الرزق. عشان هيك بتشوفوا من حكمة أنه تقريبا كل الأدعية اللي بنشوفها بشهر رمضان يكاد يعني لا ولا دعاء يخلو من وارزقني حج بيتك الحرام. شاك نشوف انه ارزقني حج بيتك الحرام، لانه هيدي الرزقه بتجي بهيدا العام بهيدي الليله اللي هي بينكتب فيها امور للعام المقبل. وحده من حكم انه يمكن الله سبحانه وتعالى او اهل البيت بدهم ايانا انه نروح على الحج ندعي دعاء انه الله ييسر لنا الحج، هو انه اذا الله وفقنا نروح على عرفه ساعتها مضمن انه لا يرد الله سائلا في عرفه، شاك الا ان يسال معصيه. خلاصة من هذه المقدمة هو أنه الواضح بأنه ليلة القدر هي ليلة إذا بدنا نقول الله سبحانه وتعالى مثل بنزل فيها الميزانية، في بادجت، في ميزانية للأرض الله سبحانه وتعالى بنزل. هلا رايح أقول الميزانية لحتى يعني قصدي فيها عموم هذه الأمور اللي الله سبحانه وتعالى بنزلها بقدر معلوم. بالحديث هلأ بدي أحكي عن مسألتين، بدي أتناول مسألتين. السؤال الأول، مسألة الأولى هي أنه هيدي الميزانية اللي بتنزل من خزائن غيب السماوات، من خزائن الغيب الإلهي، ما هيك حكينا هذيك المرة أنه العالم هيدا هو مثل صورة معينة لحقائق موجودة اللي هي حقيقة أكتر من هذا العالم. يعني تقول هيدا العالم مثل أنه مثلا صورة على التلفزيون، هي مجرد صورة لحقيقة عم بتصير هيك بعالم الغيب. هيدي الميزانية اللي بتنزل مين بينزلها؟ بواسطة من تنزل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو إنه هيدي بس تنزل لوين بتنزل؟ أو بشكل أخص على من تنزل؟ هيدي الميزانية اللي بينزلوها من ينزل بها، على من ينزلون بها؟ طبعا بسورة القدر بنقول تنزل الملائكة والروح فيها، مش هيك؟ فإذا هول مثلا الملائكة لما ينزلوا بالميزانية مين اللي بيستلم هيدي الميزانية؟ طيب هلا بالبحث الأول، بالسؤال الأول في بعض النقاط اللي هي بدي أذكرها، ست نقاط. أولا الآية المباركة بتقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني أولا هم نشوف إنه الملائكة بتنزل، ما هيك؟ إنه اللي بيتنزل بهيدي الأمر بإذن ربهم من كل أمر، بيتنزلوا أول شيء بشكل واضح مبين إنه كل أمر يشمل، يعني يفيد الشمول، كل أمر، كل شيء، كل شيء مقدر في هذه الأرض هو مشمول بهيدا الأمر اللي هو بإذن الله. والملائكة والروح بينزلوا بإذن الله، مش إنه والله بأي شيء خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فالواضح إذن أنه بينزل من الملائكة والروح، ماشي؟ طيب الآية بتقول تنزلوا، مش هيك؟ مثل هيدي إذا حدا حضر الفيديو اللي بعته عباس، تنزلوا هي فعل مضارع، ما قال تنزل، ما هيك؟ تنزلوا هي كانت تتنزلوا، يعني باللغة العربية تتنزلوا،
ولكن لثقل التاءين مع بعضهم أدغمتا فصارت تنزل، ما هيك؟ وبالفعل المضارع مثل ما بنعرف نحن لغويا يفيد الاستمرارية، ما هيك؟ يفيد الدوام والاستمرارية. يعني أنا بقول مثلا علي يحب عمله مثلا، يعني علي دائما بشكل مستمر هو بحب عمله. فالفعل المضارع يفيد الاستمرارية. عشان هيك لما نقرأ تنزل الملائكة، يعني تتنزل الملائكة والروح فيها، من هون بنفهم إنه ليلة القدر هي مش إنه والله ليلة حصلت بالزمن وانتهت، تنزل الملائكة فيها مثلا، لا، هي ليلة على ما يبدو إنه واقعة في كل عام. نحن بنفهم إنه ليلة القدر واقعة بشهر رمضان، لأنه الله بيقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مش هيك؟ فإذا نزول القرآن هو بهيدي الليلة، وهيدي وحدة من شرف ليالي القدر أو ليلة القدر، إنه نزول القرآن فيها وحدة من فضله. ونعرف إنه ليلة القدر أو نزول القرآن هو بشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنفهم إنه ليلة القدر هي بشهر رمضان. فإذا الملائكة لا ينزلون أو لم ينزلوا في ليلة واحدة فقط، فهن لا، بينزلوا بكل ليلة من هيدي السنة. وهيدا النزول من قطع، يعني مثلا برحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هل هيدا النزول وقف مثلا؟ لا، مثل ما حنشوف بعد شوي. النقطة الثالثة هي إنه الملائكة، مش هيك؟ الملائكة هي جمع ملك، ومضاف لها شو؟ ألف لام، الملائكة. كمان هيدي مثل سؤال حدا طرحه الأسبوع الماضي، يمكن إنه هون قل التعريف شو تفيد؟ تفيد العموم، تفيد الخصوص. المعروف باللغة العربية إنه الألف واللام بس تدخل على الجمع بتفيد العموم والشمول. يعني مثلا مرة بتقول أنت إنه أكرم عالما، ما هيك؟ يعني أكرم عالم، أي عالم تكرمه بيمشي الحال، تنجز الأمر. مرة بتقول إنه أكرم العالم أو أكرم العلماء، ما هيك؟ العلماء هون جمع، يعني بس اقول لك اكرم العلماء يعني اكرم جميع العلماء، كل العلماء، ما هيك؟ مشمولين كلهم، مش انه والله عدد معين. فهون لما الله يقول تنزلوا الملائكة معناتها كل الملائكة تتنزل. كل الملائكة تتنزل، مش عدد معين منهم، مش فئة معينة منهم. ما هيك؟ كل الملائكة شو يعني؟ يعني بما فيهم اعظمهم، بما فيهم جبرائيل، بما فيهم ميكائيل، بما فيهم اسرافيل، ملك الموت، كل الملائكة. بما فيهم الملائكة المقربون يعني. هلا ليش انه والله كل الملائكة بتتنزل؟ هيدا كمان في بحث طويل، بس انه اذا بدنا نحكي خلاصة عنه هي انه الملائكة اللي هن كلهم بيتنزلوا هن هو نفسهم الملائكة اللي كلهم سجدوا هذا الانسان الكامل اللي الله سبحانه وتعالى قال عنه اني جاعل في الارض خليفة. مش هيك؟ الله لما خلق هيدا الخليفة، هيدا الانسان اللي الله اراد انه هو يكون نائب عنه، قائم باعمال الله سبحانه وتعالى على الارض، نائب عن الله على الارض. هذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهو الملائكة هني بخدمة هذا الإنسان الكامل. فمثل ما كل الملائكة أمروا بأن يسجدوا لهذا الإنسان الكامل، هو الملائكة كلهم مأمورون بأنه يتنزلوا بليلة القدر. إذا جميع الملائكة ينزلون في ليلة القدر. هلا أكثر من هيك، إنه في بحث إنه الروح، تنزلوا الملائكة والروح، والروح عادة عم ينذكر إنه بشكل منفصل عن الملائكة لعظمته وخصوصيته. طبعا هون أمير المؤمنين في له كلام، يسأل ما هو الروح؟ يقول عليه السلام الروح خلق من خلق الله أعظم من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. إذا هو أعظم من الملائكة المقربين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذا نرجع نسأل القرآن إنه شو هو أمر الله ساعتها، إذا الروح هو من أمر الله، شو هو أمر الله؟ يجي جواب القرآن إنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بس دليل لخصوصية الروح بشكل عام، ولو أنه في بحث مفصل جدا إنه شو هو الروح بالقرآن الكريم. مثلا في حديث إنه أو في كلام عن إنه هذا الروح هو ما كان مع حدا إلا رسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، يؤيده يسدده، نزل به الروح الأمين على قلبك مثلا. فإذا حتى هيدا الروح يتنزل إلى الأرض مع أعظم الملائكة، مع كل الملائكة بما فيهم الملائكة المقرب. طيب النقطة اللي بعدها، الله سبحانه وتعالى نعرف نحن أنه هو رب العالمين، ما هيك؟ الحمد لله رب العالمين،
رب العالمين بالمطلق بلا استثناء، مدبر العالم. الله سبحانه وتعالى هو مدبر أمور العالم. طب إذا سألنا هلأ أنه الله سبحانه وتعالى كيف يعني بدبر أمور العالم، كيف يدبر أمور العالمين؟ طبعا أنا بحكي كمان من القرآن. هون بتشوف أنه الشرح القرآني أو الذكر القرآني لطريقة تدبير الله سبحانه وتعالى لهذا العالم، أو يمكن هذه إرادة إلهية. الله سبحانه وتعالى أراد أنه يدبر هذا العالم عن طريق الملائكة، عن طريق الملائكة. يعني مرة بتشوف أنه الله سبحانه وتعالى إذا بده يحيي بيحيي بي بي بواسطة ملائكة، إذا بده يميت يميت بواسطة ملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، مثلا في ملك موكل بالموت. إذا بده ينصر، إذا بده يسدد، ب5000 من الملائكة مسومين مثلا. هيك فهون إذا مثلا بنشوف بالموت وما بعد الموت إنه منكر ونكير، إنه في ملائكة مثلا خاص بأعمال معينة، والله الملائكة الكرام الكاتبين. هيك حتى إنه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، إنه الملائكة حتى هن بيصلوا مع الله سبحانه وتعالى على الناس ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. فمنشوف انه بحسب القران انه الله سبحانه وتعالى لما بده يميت، لما بده يحيي، لما بده ينصر، لما بده يعمل اي شيء من تدبير هذا العالم بيدبره بواسطه هودل الملائكه. وهنا الله سبحانه وتعالى كمان بيقول فالمدبرات امرا، انه الملائكه هن مدبرين لهذا العالم، او كل امور التدبير بهذا العالم عمليا الملائكه بيدبروها طبعا باذن الله. الله سبحانه وتعالى مثلا بيقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فالملائكة هم رسل الله سبحانه وتعالى لا تدبير أمر هيدا العالم. فيقال أنه حتى كل صغير وكبير بعملنا، يعني أي شيء بهيدا العالم الملائكة موكلين فيه. في كمان حديث بتقول لك أنه كل قطرة مطر بتنزل، كل قطرة في إلى ملك موكل فيها، بمعنى أنه في سيطرة إلهية على كل أمور موجودة بهيدا العالم. هل الملائكة هل إنه كلهم هول بنفس الدرجة؟ هل إنه كلهم نفس الشيء؟ هل كلهم نفس المقام؟ الواضح إنه لا. بلسان على لسان الملائكة بالقرآن بيقول ما منا إلا وله مقام معلوم. كل ملاك له مقام معين ما بيقدر يتجاوزه. مين رئيس اللي هو الملائكة؟ جبرائيل. مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. هول الملائكة كلهم هن طائعين لهيدا الرئيس. يعني نشوف الملائكة هن في منهم الرئيس وفي منهم نقول الشرطة الصغار بتعبيرنا. فجبرائيل هو رئيسهم، كل هود الملائكة هن مؤتمرون بأمر جبرائيل. أي أنه لا ملك في السماء ولا الأرض أنه بيمشي بلا طاعة جبرائيل. هلأ حتى هيدا الرئيس اللي هو جبرائيل بحديث المعراج بيوصل لمرتبة أنه لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيوصل لمرتبة هذا المقام اللي لا ينبغي إلا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقال أن جبرائيل يقول لرسول الله هيك يا محمد اذهب، قال يا محمد اذهب، فبرد رسول الله أخي جبرائيل أفي مثل هذا الموقع تتركني؟ فبرد على جبرائيل أنه لو دنوت أنملة لاحترقت. والله أنا هالقد سقفي، هالقد مقامي، مقام المعنوي بهذا العالم بعالم الغيب، هذا مش مقامي، هذا مقامك، ما منا إلا له مقام معلوم. فلحد هلأ مقدر نقول بجملة واحدة أنه بليلة القدر الملائكة جميعا تتنزل بما فيهم الروح للإتيان بهذا الأمر بإذن ربهم من كل أمر، للإتيان بكل أمر عمليا، أو ليلة أنا من الميزانية الإلهية اللي بدها تنزل للعام المقبل بنزلوها هول الملائكة، ولا يستثنى من الملائكة أحد حتى أعظم الملائكة وجودا اللي هو الروح. طيب هلأ هون بس نقطة صغيرة عن قصة أقسام نزول الملائكة، إنه الملائكة شو يعني، شو أنواع نزول الملائكة؟ ما هيك هون بنحكي عن نقطتين. أول شيء، أول نوع هو مرة بنحكي عن الملائكة بتنزل للإتيان بالوحي إلى الأنبياء والرسل. ما هيك الملائكة بتنزل، يعني بتنزل بأمر إلهي لتوصل رسالة أو وحي إلى الأنبياء والمرسلين. هلا برحيل الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم اللي هو النبي الخاتم انقطع الوحي، ملائكه ما عادش عم تنزل لهذا السبب، ما عادش في ملائكه تنزل لسبب الوحي. طبعا قبل كان الانبياء اللي قبل انه اذا توفى نبي ينوب عنه اللي بعده، بيجي نبي من بعده، الوحي كان مكتمل. بس مع رحيل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوحي انقطع. هون امير المؤمنين بيعبر لما بيخاطب الرسول بيقول له بابي انت وامي يا رسول الله
لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء. فبرحيل الرسول انقطع نزول الملائكة بهدف الوحي. ولكن على ما يبدو من الصور الثانية أنه لا، الملائكة بتضل تنزل، في سبب تاني الملائكة بتنزل عشانه. واحدة منها مصادقة أنه والله ليلة القدر تنزلوا الملائكة بشكل مثل ما قلنا استمراري، الملائكة بتضل تتنزل حتى بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وحدة منا مصادقة أنه اللي بنحكيه عن سيدة مريم سلام الله عليها، أنه سيدة مريم كانت الملائكة تقول لها يا مريم اقنتي اقنتي لربك واسجدي. مش هيك؟ مريم عليه السلام هل هي نبي من الأنبياء؟ من نبي من الأنبياء؟ هل هي مرسل؟ من مرسل؟ ولكن الملائكة تتنزل عليها كانت. طيب هذا الموضوع البحث الأول اللي كنت بدي أتناوله، اللي هو أنه مين بيتنزل بهيدي الميزانية الإلهية؟ مين هن هول؟ شو عظمتهم؟ شو درجاتهم؟ شو مقاماتهم؟ النقطة الثانية هي أنه مين اللي بيستلم هذه الميزانية الإلهية اللي بتنزل من الخزائن من عالم الغيب يعني. طبعا هيدا النقطة هلأ بتعتمد بشكل كتير قوي، أو مرتبطة بشكل كتير قوي بعقيدة نحن بنعتقد فيها، اللي هي أنه الأرض لا تخلو من حجة. أنه الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه إني جاعل في الأرض خليفة، الله لما قبل ما يخلق هيدا المخلوق آدم اللي بنسميه آدم، الله قال، الله وضح انه انا عندي نيه بدي اعمل بالارض، اني جاعل بشكل مستمر في الارض خليفه، بدي يكون على هذه الارض في خليفه، حدا ينوب عني مثل ما قلنا قائم مقامي. فهيدي طبعا وحده من انه ليش نحن بنعتقد انه الارض ما فيها تخلو من حجه، ما فيها تخلو من هيدا الخليفه، خليفه الله. هلا مين اللي بيستلم هالميزانيه؟ حاترك الحديث لاهل البيت عليهم السلام، حاجيب كم احاديث وطبعا شواهد قرانيه عليهم. اولا يقول امير المؤمنين عليه السلام لتلميذه ابن عباس، بيقول له ان ليله القدر في كل سنه، واقعه في كل سنه، وهذا اللي استفدناه من القران مثل ما حكينا قبل شوي. وانه ينزل في تلك الليله امر السنه. يعني كل شيء مرتبط بهيدي السنه، كل شيء مرتبط بهيدي السنة. طبعا مش انه والله بس بالشيعة، لا، الشيعة وغير الشيعة. مش انه والله كل شيء مرتبط بالمسلمين، لا، مسلمين وغيرهم، بالموحدين وغير الموحدين، بكل شيء على الأرض عمليا. بكمل أمير المؤمنين، وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، وإن لذلك الأمر ولاة. لهيدا الأمر، هو الأمر هذا اللي بينزل في له ولاة بعد رسول الله. وإن لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله، يعني في لهم ولاة هذا الأمر يتولونه. هون هو لما نقول ولي الأمر، ولي الأمر يعني صاحب هذا الأمر، صاحب هذا الأمر اللي الله بيقول فيها يفرق كل أمر حكيم. هيك لما نقول نحن عن الإمام أنه هو ولي الأمر، هذا هو المعنى، أنه هو مسؤول عن هذا الاستلام. فيقول ابن عباس قلت من هم؟ سأل الأمير، سألوا أنه من هن هؤلاء؟ قالوا، قال عليه السلام أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. خلاصة أنه اللي بيستلم هذا الأمر، أمر شو؟ أمر أنه كل حدا بيعيش على الأرض، كل حي وكل مش حي على هذه الأرض، هيك حتى الدواب، حتى الأنعام، حتى الأشجار، هن الإمام سلام الله عليه هو بيتولى هذا الأمر. توزيع بدك تقول هيدي الميزانية الإلهية. فإذا اللي بيستلم هالميزانية هو إمام، إمام كل زمان بتعبيرنا، كل إمام في زمانه الخاص، يعني الأمير بزمانه، الإمام الحسن بزمانه، وحاليا إمام سلام الله عليه، إمام المهدي عجل الله فرجه بزماننا. طيب في دليل على الحكي من القرآن، في طريقة نفهمها من القرآن إنه مثلا النزول الملائكة لازم يكون على شخص مثلا. طيب هون في إشارات عديدة، يعني مثل لما بنقول، لما الله سبحانه وتعالى بيقول مثلا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما الملائكة الله سبحانه وتعالى طب ما بينزلهم على بشر، في كتير شواهد من القرآن أن الملائكة بس تتنزل، بتنزل على ناس، بتنزل على شيء بيحتوي هذا التنزيل. مريم سلام الله عليها لما تتنزل الملائكة بتنزل على شخص، نزل به الروح الأمين كمان. هون تعبير الإمام زين العابدين عليه السلام بيقول أنه مثل ما القرآن بينزل، مثل ما القرآن محتاج قلب يجي يحتويه بالنزول، هيك يحتاج قلب حدا يبلغه لهيدا القرآن، نفس يعني لما يقول نزل به الروح الأمين، هيك نزل به الروح الأمين لهيدا القرآن. طب نزل لوان؟ هون بيجي جواب القرآن أنه على قلبك، على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحتى يحتوي.
فمثل ما القرآن بيحتاج حدا ينزل عليه هذا الأمر، أو تنزل الملائكة بهذا الأمر بده حدا ينزل عليه. بيقول عليه السلام: فلا بد أن يكون لله عز وجل في ليلة القدر أمر، وإذا أقروا بالأمر لم يكن له من صاحب بد. يعني لازم يكون في صاحب، نسمي صاحب الأمر. هي تعريف صاحب الأمر، هذا الأمر اللي بينزل لازم يكون له صاحب يتولى، مسؤول عنه ومسؤول عن استلام. طيب، هذا الشخص اللي بده يستلم هذا الأمر شو مواصفاته؟ مين هو هذا الشخص؟ كيف لازم يكون؟ هل هو شخص عادي مثلا؟ هل شخص عادي إنه والله الملائكة بأعظمهم وأقربهم ملائكة المقربين، والروح بنفسه والملائكة كلهم بشموليتهم ينزلوا على شخص؟ هذا الشخص كيف بده يكون؟ هل هو شخص عادي مثلي مثلا؟ الإمام الصادق عليه السلام بيوضح إنه لا، إنه الله سبحانه وتعالى هو أعظم وأجل إنه ينزله الملائكة المقربين على إنه شخص عادي، شخص عاصي، شخص كافر مثلا، شخص فاسق. بيقول الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل أعظم من أن ينزل الأمر مع الروح والملائكة إلى كافر فاسق. فلابد إنه المستلم لهذا الأمر يكون شخص خاص. طيب، هون الإمام الباقر عليه السلام، وشوفوا ما أجمل هيدا المقطع لما بيقول: يا معشر الشيعة خاصموا. الإمام الباقر عم بوجه كلامه لشيعته، وعم بيقول إنه إذا أنتوا بتكون تحاججوا وتناقشوا الناس اللي ما بيعتقدوا بإمامتنا، اللي ما بيعتقدوا إنه الإمام حي، إمام الحجة مثلا هو عايش وضروري يكون عايش، اللي ما بيعتقدوا بهيدي العقائد، خاصموا يا معشر الشيعة، خاصموا بسورتي إنا أنزلناها. تفلجوا، تفلجوا بمعنى يعني من النصر، بمعنى تفلحوا. فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق. بقول خاصموهم بسورتي إنا أنزلناه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني اسألوهم إنه الملائكة بتنزل بليلة القدر إيه أو لا؟ تنزل بليلة القدر. سألوهن على مين بينزل بلاية القدر. يعني هذا الإمام الباقر عم بيحضنا عنه نفكر بهذه الطريقة. إذن هذه السورة هي حجة الله على الخلق. بيقول، بيكمل بيقول: وإنها لسيدة دينكم. قديش عظيمة هالسورة، سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنها لسيدة دينكم. من هون كمان بنفهم إنه من عظمة هذه السورة بتشوفوا أهل البيت عليهم السلام كتير شددوا عليها بإصرار كتير، أكيد إنه نتعلمها ونفهمها ونفهم تفسيرها. الإمام الباقر مثلا بيقول عن سورة تانية: يا معشر الشيعة، ويمكن بيكمل بنفس الحديث: خاصموا بحاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. اللي بنقراها بليلة القدر. فإنها لو لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله، أولى الأئمة: يا معشر الشيعة، يقول الله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أقل شيء نتعلم أنه هيدي السورة ينبغي لكل موالي لأهل البيت عليهم السلام أنه عن جد يفهمها، لأنه فيها مضامين على ما يبدو مضامين عميقة جدا، مثل السورة الثانية. هيدي سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، أهل البيت عليهم السلام بسموها سورة الولاية، سورة الإمامة. مثل ما سورة قل هو الله أحد هي سورة التوحيد، سورة قل هو الله أحد هي فيها أعمق معاني التوحيد. فعشان هيك إنه ينبغي لإلنا إنه على القليل نفهم هيدي السور. إذا بنفهم مثلا سورة قل هو الله أحد نفهم معنى التوحيد، إذا بنفهم سورة القدر نفهم معنى الإمامة، هي عقائدنا. إذا بنفهم سورة الفاتحة كمان بنفهم إنه مضامين هيدا الدين كله شو، مضامين هيدا القرآن شو. هو ثلاث سور إذا بنقدر نفهمهم ونتعمق فيهم عن جد بيكونوا مفتاح لإلنا لفهم كتير حقائق بالقرآن. طيب، خلاصة إنه الميزانية العامة تنزل بليلة القدر على إمام كل زمن. هذا اللي بدي أقوله. بدي أختم بموضوع هو إنه شو وظيفة الإمام ساعتها. يعني نحن لحد هلأ يمكن أغلب الناس بتتصور إنه الإمام عليه السلام هو وظيفته شو؟ قائد الأمة، قائد سياسي مثلا، مدبر أمور المسلمين، ما هيك، مبين للدين. هيدي الأدوار اللي نحن بنفهمها عن الأئمة عليهم السلام. بس نتطلع بالتاريخ مثلا، خليفة، وهذا المشكل اللي علقانين فيه نحن المسلمين يعني من 1400 سنة، إنه خليفة أول ولا خليفة رابع. في يعني هيدا واحد من أدوار الإمام عليه السلام، ولكن واضح من هون إنه لا، في دور تاني كمان.
في على القليل دور تاني، اللي هو هيدا يعني من أهم وظائف الإمام هو استلام هيدا الأمر. يعني مثل ما أنه من أهم وظائف الملائكة أنه تنزل بالأمر وتتنزل كلها بهيدا الأمر على الأرض على هيدا الإمام، من أهم وظائف الإمام أنه يستلم هيدا الأمر الإلهي بليلة القدر وبيوزع هيدا التقسيم. وطبعا الملائكة بترجع بتعرج بهيدا التقسيم عن يعني على العالم الغيب، ثم تعرج إليه، عفوا تعرج الملائكة والروح إليه بحسب القرآن. طيب طيب الإمام عليه السلام لكن أنه كيف يعني بيقسمها؟ كيف أنه الإمام بيجيب هذا التقدير الإلهي وبيقسمه؟ ما مفروض أنه مثلا يعرف لمين بيقسمه؟ ما المفروض أنه معناته بده يعرف هيدي الناس اللي بده يقسم له هيدا القدر من الرزق؟ مش أنه لابد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة بهيدا الإنسان ليعطيه أجل، رزق، صحة، عافية، بلاء إلى آخره. هون بنفهم أن الله سبحانه وتعالى لما بيقول مثلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أنه عملكم الله حيشوفه، سيرى الله رح يشوفه، رسوله رح يشوفه، المؤمنون رح يشوفه. والمؤمنون هون طبعا بيفهمنا هم أهل البيت عليهم السلام. عشان هيك ورد بالرواية أنه أعمالنا تعرض على الإمام صباحا ومساء، بيطلع عليها، بيطلع عليها، ضروري أنه يطلع عليها، تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. إمام الرضا مثلا بيقول ما لكم تسيئون إلى رسول الله، فبيجي حدا برد عليه بيقول له يا ابن رسول الله وكيف نسيء إليه؟ قال لأن أعمالكم تعرض عليه، فإن وجد فيها معصية ساءته. رسول الله بيتأذى، رسول الله اللي إجا وتحمل هيدي المشقة ليبلغنا هيدي الرسالة وليهدينا وعن جد ليأخذ بإيدنا، لما يشوف واحد مننا أنه عاكف على معصية معينة عن جد بيتأذى، لأنه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في حدا يدخل أحد على الإمام رضا عليه السلام ويقول يا ابن رسول الله أدعو لي، فشو بيرد الإمام عليه السلام؟ بيقول له أتتوقع أني لا أدعو لك؟ فكرني ما بدعي لك، والله في كل صباح ومساء أدعو لك. قال يا ابن رسول الله وهل تعلم ان انت عارف عن احوالي، يعني عارف شو بدي، عارف عن شو بدي الدعاء؟ قال نعم، فان عملك يعرض علي في كل صباح ومساء. نحن الامام سلام الله عليه ما انه غافل عننا، نحن غافلين عنه بشكل كتير كبير يمكن، ولكن الامام هيك بنفهم انه لا، ما انه غائب، يعني ابدا ما انه غائب عننا، ابدا ما انه غائب عن اي صغيره وكبيره بحياتنا، بل انه لا، الامام سلام الله عليه مثل ما بنشوف انه عن جد نحن يمكن احب اليه من حبنا لانفسنا. لا الامام يعني ملتفت لنا، ملتفت لنا. عشان هيك بالزياره بنقول مثلا نحن انه ترانا ولا نراك، مش هيك؟ ترانا ولا نراك. الامام سلام الله عليه لا، بيحضر وبيعرف وعارف هذه الامور بتمكين من الله سبحانه وتعالى على ما يبدو من الايات القرانيه. هون طبعا هلا كيف الله سبحانه وتعالى يعني اعلم. هنا بتفهم مثلا امير المؤمنين عليه السلام بيقول لاحدهم انه اذا مات احدكم انه سيراني، انه انا لما حدا منكم يموت حيشوفني. هلا ماشي مثلا والله 30 واحد 40 واحد ماتوا بنفس اللحظه، الامام علي بيجي عندهم كلهم؟ ايه بيجي لعندهم كلهم. كيف؟ الله سبحانه وتعالى اعلم، الله سبحانه وتعالى ادرى. بالنهايه نحن عم نحكي عن عالم مثل ما قلنا انه حقائقه غير ما نحن بنفهمها، نحكي عن عالم الحقائق الصحيحة يعني، غير عالم التزاحم المادي اللي نحن فيه. طيب إذن هذه الميزانية بقسمها الإمام عليه السلام على شيعته وعلى غير شيعته، مثل ما قلنا على كل الخلق، لأنه الإمام بفهمنا هو إمام الخلق مش إمام الشيعة. الإمام هو إمام الخلق، لما نقول نحن خليفة الله، خليفة الله على أرضه مش خليفة الله على شيعته. الإمام علي والله كان خليفة رابع، بس الإمام علي كان هو خليفة الله بأرضه على الخلق كله، حجة على الخلق كله. فهون توضيح بس انه واطيعوا الله، سورة النساء نحن بنقرا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هيك هذه بس روايه قلت بدي اذكرها. امام امير المؤمنين عليه السلام يذكر انه عفوا يسال ما هو ذلك الامر الذي انتم ولاته؟ هذا الظاهر حدا فهمان اللعبه يعني فهمان عن انه فضل اهل البيت او مكانه اهل البيت، بيسال الامام انه شو هذا الامر اللي انتم ولاته؟ يعني شو هذا الأمر اللي لازم نطيع فيه؟
هيك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شو هو هذا الشيء اللي لازم نطيعك وأنت ولي أمره يعني قائم عليه؟ فالأمير بجاوب: الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وموت وحياة وعلم غيب السماوات والأرض. يعني قولوا الأمر، أنتوا قولوا أي أمر؟ قولوا هذا الأمر اللي بينزلوا فيه الملائكة بليلة القدر، اللي هو هذا مش الأمر السياسي، مش الأمر الديني، مش إنه هذه الخلافة المتعارف عليها، لا. فهون معنا صاحب الأمر. لما نحن عم نقول عن صاحب الزمان سلام الله عليه، هو صاحب الأمر، هو صاحب هيدا الأمر، هو صاحب هيدا الأمر يعني. آخر نقطة بس، لحتى طولت عليكم بعتذر، بس لأنه ليلة القدر هلا طبعا اللي أحيوها امبارح الله يتقبل أعمالهم إن شاء الله، وبتمنى ما يكونوا نسيونا من الدعاء، والله يتقبل كل طاعاتهم. اللي حيحيوها نحيي اليوم، اليوم اللي نحيي حيحيوها اليوم اليوم كمان إن شاء الله، الله يتقبل أعمالهم وطاعاتهم. ولكن اللي بدي أذكره هو إنه طيب هيدي الليلة شو عن جد، شو أفضل الأعمال فيها؟ شو هي أفضل الأعمال؟ هلا الإمام الصادق عليه السلام بيقول إنه من أفضل أعمال هذه الليلة، هيك طبعا نحن بنسمع إنه الاستغفار، بنسمع إنه مثلا مذاكرة العلم. الإمام الصادق بيقول من أفضل أعمال هذه الليلة شو؟ التوبة النصوح. توبة، توبة عن جد الواحد يكون بصدق نية يعني. لأن الإمام سلام الله عليه مثل ما قلنا هلا، الإمام سلام الله عليه مطلع على هيدي النية، شايف هيدي النية. شو في أجمل من إنه هيدا الإمام اللي بينزل عليه هيدا الأمر بليلة القدر، إنه أنت تفرجيه إنه عن جد أنت تايب توبة نصوحة لله سبحانه وتعالى. عن جد في صفاء نية، عن جد في نية إنه يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني توب فسيرى الله توبتك ورسوله والمؤمنون. إمام صادق بيقول: إذا تاب العبد توبة نصوح، أي صادق يعني صادقا فيما نوى، أحبه الله وستر عليه في الدنيا والآخرة. يعني شو بده الواحد أجمل من إنه بالدنيا الله سبحانه وتعالى يستر عليه، بس الأهم والأعظم إنه بالآخرة، بالآخرة لأنه يوم فضايح صراحة، يوم فضايح. ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه فضيحة بالآخرة أعظم، إذا عرف من حدا صدق نية بالتوبة إنه عن جد أنا في معصية خيي ما كنت قادر أوقفها، هل عن جد إنه إنوي وقفها، إنوي إنه ما أعود لإلها. بيقول: فسئل الصادق فكيف يستر عليه؟ نحن بنعرف إنه الله عنده شواهد، ومثل ما قلنا إنه عالم الملك وغير عالم الملكوت، وإنه الله بيقول مثلا: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، الملائكة مثلا رسلنا، إنه هو عم يكتبوا أنت شو عم تعمل، إنه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، في كاتبين يعني. بس شوفوا كرم الله سبحانه وتعالى، انه هو مستعد يغير هذا النظام كله اللي عمله، كل هذا النظام، اذا عرف منك انه عن جد في صدق نيه بالتوبه. قال الصادق: ينسي ملكيه، خلاص بنسيهم يعني، ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ثم يوحي الى جوارحه. مش هيك بنقول ليوم القيامه انه لما شهدتم او شهدت عليهم جلودهم او شيء؟ قالوا: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله. يوحي إلى جوارحه تكمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض، يعني حتى الأرض اللي بتوصي عليها الله، ما هي يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هذه الأرض الله بيقول لها يوحي إلى بقاع الأرض، اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه، وليس شيء يشهد عليه من الذنوب. شو يعني؟ بيطلع الواحد كيوم ولدته أمه، لا توبة وحدة، توبة بشكل شو؟ نية صافية، نية طاهرة، عن جد في لجوء لله سبحانه وتعالى، وعن جد في عزم على انه اخي انا عن جد ندمان وما الي مصلحه يعني. اولا لا، الله سبحانه وتعالى بيستاهل انه كل هذا الكرم اللي اعطاني اياه، انه اعصي بشغله صغيره، ولا انه عن جد هيدي المعصيه فيها افاده. وبغض النظر عن هو اصلا التوبه لله سبحانه وتعالى بمدعاة الحب له، بدافع انه انا ما بدي احب شيء غير الله، لانه كل شيء غير الله سبحانه وتعالى هو محض وهم يعني. كل شيء ما مرتبط بالله سبحانه وتعالى هو محض لذة موهومة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهيدي التوبة. طبعا الإمام أمير المؤمنين عنده حديث قصير شوي مش هحكيه هلا لأنه خلص وقته من زمان، اللي هو عن أنه شروط الاستغفار، شروط التوبة، أنه أنا إذا أستغفر الله هي يعني، بيحكي عن درجة العليين بالاستغفار. ولكن الله سبحانه وتعالى يوفقنا بس أنه لأنه نتوب الليلة توبة عن جد مخلصة، فيها بالقليل عزم على عدم العودة إن شاء الله إلى المعصية. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يكتب لنا في هذا العام المقبل ما فيه
الخير لنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.